بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الوصايا وتحت الباب الثالث، والذي عنوان له بقوله: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب الحديث أيها الإخوة، الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره المصنف رحمه الله في باب النهي عن المبالغة في الوصية. وظاهر الحديث يدل على أهمية حرص الإنسان المسلم على عاقبته، وأن يقدم لآخرته شيئا من ماله. ومن عادة الإنسان أنه يشح ويظن بماله إذا كان في حال الصحة وحال الشباب وحال النشاط، لأنه لا يتذكر كثيرا في الغالب أمر الآخرة هنا، وإنما هو مقبل على الدنيا. فالذي يغالب نفسه في هذه الحال ويبذل ويقدم لآخرته، عمله هذا أفضل أنواع الصدقة، لأنه هنا استطاع أن يكبح جماح نفسه وأن يقدم أمر الآخرة. وكل واحد لا بد أن يتذكر الموت، ولكن في غالب الأحوال لا يتذكر الموت إلا من كبرت سنه، أو من كان مريضاً مدنفاً. لكن من كان في حال الصحة والقوة والجلد فهو كثير النسيان، مقبل على الدنيا. فعندما يتصدق مثل هذا ويقدم ويبذل، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده، وهذا مما يجب على كل إنسان مسلم أن يدرب نفسه عليه من أيامه الأولى ومن حياته المبكرة، أن يدرب نفسه على البذل والإعطاء ابتغاء وجه الله. هذا هو أفضل أنواع الصدقة، لأن الإنسان في هذه الحال لا يفكر في الموت كثيرا، وإنما يفكر في الحياة، ويفكر في تثمير أمواله وزيادة مكتسباته. فلذلك كان بذله في مثل هذا الحال هو أفضل أنواع الصدقة. لكن لو تأخر الإنسان، هذا التأخر قد يفوت عليه أن يقدم شيئا ينفعه في آخرته، لأنه قد يفجأه الأجل فيموت.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ولا تساعة مندم. فالمبادرة هي سبيل النجاة، وهي السبيل الأقوم والأفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تمهل، يعني لا تؤخر البذل والإنفاق والتصدق حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني قارب الإنسان الوفاة، قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان. في مثل هذه الحال المال يؤول إلى الورثة، لا تحتاج أن تقول هذا لفلان وهذا لفلان، هو سيؤول إليهم رغما عنك، فعليك أن تبادر بذلك في مثل هذه المرحلة. هذا بذل العاجز، لأنك إن لم تبذل فهو سيذهب إلى الورثة، وبذلك هنا سيكون بذلا غير رشيد، لأن الإنسان هنا لا يفكر كثيرا، وإنما يدفعه الحال، تدفعه الحال التي هو عليها من خشية الموت إلى أن يقدم شيئا. لكن ما علاقة هذا الحديث بالنهي عن المبالغة في الصدقة والوصية؟ الإنسان حتى في إذا قارب الموت وتصدق هذا أمر مطلوب. الحديث هنا المصنف رحمه الله أخذ منه أن الإنسان في مثل هذه الحال قد يغلب عليه طبعه فينفق المال أو يوصي به مضارة للورثة أو لبعضهم، لفلان كذا ولفلان كذا، ربما كان قصده حرمان الورثة أو تقليل نصيبهم. إذا بلغت الروح الحلقوم وأحس بدنو أجله واقتراب موته قال هذا لفلان وهذا لفلان، ربما يقصد بذلك حرمان الورثة أو يقصد التقليل من نصيبهم. فلذلك كان البدار هو سمة العقلاء المتقين الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا بد لكل إنسان مسلم أن يحرص عليه. وقدموا لأنفسكم الشيء الذي تبذله في هذه الحياة تجده مذخورا عند الله سبحانه وتعالى. والبذل أيها الإخوة الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يكون هو الشيء الكثير. نعم، كلما بذل الإنسان أكثر كلما وأخلص فيه كان أجره عند الله سبحانه وتعالى أكثر، لكن ليس كل الناس يجد ما يبذل كثيرا. كثير من الناس أرزاقهم مقتر عليهم فيها وأحوالهم مستورة، فلذلك لا يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى بهذا التقتير، ولا يؤاخذهم بضيق ذات أيديهم، لكن الله سبحانه وتعالى يفضلهم على غيرهم بالإخلاص والصدق حتى ولو كان الشيء يسيرا. يبذل الإنسان في مرحلة من مرحلة مبكرة في حياته حتى ولو كان شيئا يسيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى يتلقى هذه الصدقة بيمينه كما جاء في الحديث، ويربيها أو ينميها له كما ينمي أحدكم فلوة. صاحب الفرس عندما تلد الفرس وتأتي بهذا الولد الصغير ويظل صاحبها يربيه ويتعهده وينميه ويغذيه حتى يصبح كبيرا، كذلك ربنا تبارك وتعالى. وهذا من باب التقريب، وإلا فما عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر. قال حتى تكون كأمثال الجبال يوم القيامة. هذه الصدقة اليسيرة التي يتصدق بها الإنسان ويبادر بها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هذه يتقبلها الله سبحانه وتعالى إذا كانت من كسب طيب حلال، فينميها لصاحبه، فيأتي صاحبها يوم القيامة
وهي كأمثال الجبال من فضل الله سبحانه وتعالى وبركته ورحمته. فالمبادرة إذن هي الأسلوب الحكيم، أن يبادر الإنسان المسلم للبذل، ولا يقل حتى يأتيني المال الكثير ثم أبذل، لا، يكفي أن تبذل مما تجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في الحديث أن دينارا يسبق 100. إنسان عنده أموال كثيرة، دنانير ذهبية كثيرة جدا، فيتصدق 100 وعنده آلاف، وإنسان لا ليس عنده إلا دينار أو ديناران، فيتصدق بهذا الدينار الذي لا يملك إلا هو، أو يكون هذا الدينار نصف ثروته، هذا يسبق ثروة الغني الذي يتصدق 100. والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بضيق يده، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن يؤاخذه بشحه وبتقصيره في أداء الواجبات وفي مسارعته إلى اكتساب الخيرات. والشاهد من هذا الحديث أن الإنسان الذي يؤجل الوصية هذا ربما يدفعه إحساسه بالموت إلى أن ينفق الوصية هذه، أو أن يرسل بها إلى غير مستحقها، أو أنه يجحف بحق الورثة، وهذا كله لا يجوز، وهذا ما فهمه المصنف رحمه الله من هذا الحديث. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق 100 عند موته. نعم، هذا أيضا يأتي في معنى الحديث السابق الذي حث فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة حال الصحة وحال الشباب وحال الرغبة في الدنيا، أن يتصدق الإنسان بشيء يسير هذا أفضل من أن يتصدق بأضعاف أضعافه عند موته، لأنه هنا عند الموت يريد أن يستبق وأن يقدم شيئا لم يقدمه في حياته وحال صحته، وهذا وإن كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لكن لا بد له من شروط، لا بد أن لا يكون فيه إجحاف بحق الورثة، ولا بد أن لا يكون فيه عدوان أو حرمان لبعض من أوجب الله سبحانه وتعالى رعايتهم وبين حقوقهم في كتابه. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الصمد قال: أخبرنا نصر بن علي الحداني قال: أخبرنا الأشعث بن جابر قال: حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ، وذلك الفوز العظيم. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. نعم، هذا أيضا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من تأخير الوصية ومن الإجحاف فيها. الرجل والمرأة ضرب بهما النبي عليه الصلاة والسلام المثل، رجل أو امرأة يعبدان الله 60 سنة، وهذا أمر مطلوب من الإنسان خاصة عندما يتقدم به العمر، لكن إذا حضرتهم الوفاة قاما بمضارة الورثة بالوصية التي يوصيان بها، يوصيان بما يجحف بحق الورثة، لأن حق الورثة متعين أعظم من حق من يوصى لهم. وقد مر معنا في الدرس الماضي
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما عاده النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو من المهاجرين، عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض أشفى على الموت، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له إلا ابنة واحدة، وأنه يريد أن يتصدق بأكثر ماله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال بالثلثين، قال لا، قال بالنصف، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث، والثلث كثير. لكن الشاهد في حديث سعد الذي نريده هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فحق الورثة على مورثهم عظيم، هذا الأصل من حق الإنسان أن يوصي، ولكن بشيء محدد أشار إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. يعني إذا جعل الإنسان وصيته أقل من الثلث قليلا هذا هو المطلوب في نظر الشرع، لكن لو أوصلها إلى الثلث لا حرج عليه، أما ما زاد عن الثلث فهذا لا يجوز، لأن فيه إجحافا بحق الورثة، فيه مضارة. بعض الناس قد يغضب على بعض أولاده أو على بعض ورثته، له ورثة ليس له أولاد ذكور وله إخوة وله بنات، يريد أن يحرم إخوته، فيقوم في آخر حياته عند موته، عند اقتراب موته، مع أنه عمل عملا صالحا كثيرا في حياته السابقة، يريد أن يعمل عملا لحرمان إخوانه أو حرمان بعض الورثة أو حرمان بعض أولاده حتى، كما يفعل بعض الناس، فيقوم بحرمانهم بأن يتحايل بالوصية أو بالبيع الصوري لبعض الورثة حتى يعطيهم أكثر من غيرهم، حتى يحرم غيرهم. هذا من المضارة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، غير مضار. الله سبحانه وتعالى أباح الوصية لكن من غير إضرار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالله سبحانه وتعالى حد لعباده المؤمنين حدا في تصرفاتهم، لا يجوز للإنسان أن يخالف ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وشأن الوصية كما سيأتي معنا جاءت أحكام كثيرة تقيده. في بداية الإسلام كانت الوصية هي الأمر المتعين لتوزيع الميراث، يوصي الإنسان لبعض أولاده، لأولاده، لزوجه، لأبيه، لأمه، كانت هذه الوصية هي الأمر المتعين لتوزيع الميراث. لكن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا بيّن وفصل في أحكام الميراث بيانا لم يحصل في غير المواريث. كثير من الأحكام الشرعية جاءت مجملة في كتاب الله: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أمور كثيرة جدا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لكن لم يأتي فيها تفصيل في القرآن الكريم كما جاء في شأن المواريث. الله سبحانه وتعالى فصل في المواريث تفصيلا ما بعده مزيد، ولذلك قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: فريضة من الله والله عليم حكيم. فرض الله سبحانه وتعالى هذه المواريث، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتعداها. لكن إذا أراد أن يختص لنفسه ببعض الوصية أن لا تكون هذه للورثة وإنما تكون لبعض من يحبهم أو بعض من يريد صلتهم أو لبعض أمور الخير التي تدر عليه حسنات بعد وفاته، صدقة الجارية،
فلا بأس في ذلك، لكن في حدود معينة، وأهم ما في ذلك البعد عن المضارة، ألا يتصرف تصرفا يريد به مضارة الورثة، فإن هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأعظم ما يبين لنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الرجل وهذه المرأة اللذين عبد الله 60 سنة ثم ضار في الوصية فوجبت لهما النار، يعني حبط عملهما السابق كله مع طول بقائهما في هذه الحياة. فلذلك يجب على الإنسان المسلم أن يبتعد عن المضارة في الوصية، ولا ينبغي أن يدفعه غضبه أو كرهه لأحد الورثة لأن يتصرف بالوصية تصرفا يضر به الورثة، لأنه بذلك يعارض ما قرره الله في كتابه وما بينه وفصله في شأن المواريث. باب ما جاء في الدخول في الوصايا. قال: حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود: تفرد به أهل مصر. نعم، أبو ذر الصحابي الجليل صاحب المكانة والمنزلة والسابقة في الإسلام، كان رجلاً شديداً في شأن المال، مما يروى عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى ألا يختص أحد بمال، أن يكون الناس في كل ما وهبهم الله وزاد عن حاجاتهم أن يكونوا شركاء، وهذا ليس من حرصه على مخالفة أمر الله، بل من حرصه على نفع الناس، وأن الإنسان المسلم يجب أن يبتعد عن الجشع والطمع. الذي يحمل مثل هذه الأفكار إذا تولى على مال اليتيم أو دخل في الوصايا كما عنون المصنف رحمه الله بأن أوصاه رجل على ثلثه أو أوصاه على صغاره، هذا يخشى منه أن يدفعه حرصه على نفع الناس عامة أن يضر بأصحاب بالموصى لهم أو أن يضر باليتامى، لأنه لا يريد أن يستأثر أحد بشيء زائد عن حاجته. وكثير من الناس يعجبه أن يثق الناس فيه، أن يدفعوا له أموالهم، أن يودعوا لديه ودائعهم، أن يقيموه وصيا على أولادهم أو وصيا على أوقافهم أو على تفريق أموالهم التي يتبرعون بها. كثير من الناس ربما يرغبون في مثل هذا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا العمل. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف، قد تغلبه نفسه في مرحلة من المراحل، أو قد يجتهد اجتهادا خاطئا يخالف فيه أدلة الشرع، حتى وإن لم يقصد هذه المخالفة، لكن هو اجتهد فأخطأ، فأدى به هذا الاجتهاد الخاطئ إلى تضييع الأموال وتضييع الأمانات التي اؤتمن عليها. فالسلامة من أهم المطالب، أن ينأى الإنسان المسلم بنفسه عن قصد الدخول في هذه الأشياء، لكن إذا طلب منه، إذا ابتلي بها فليصبر عليها وليحسن التصرف فيها، لكن كل إنسان عليه أن يحرص على نفسه، خاصة إذا كان لا يجد في نفسه الكفاءة والقدرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نصح أبا ذر، وأبو ذر كانت له المنزلة العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فيه ضعفاً في مسألة تدبير الأموال وحسن تثميرها والمحافظة عليها نصحه، قال: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا إشعار من النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة المحبة والألفة والقرب. لو لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما توقعنا من النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك. هو كذلك، هو أحرص الناس على الناس، هو أخلص الناس، هو أنصح الناس للناس، النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يغش أحدا، لكن مع ذلك صرح لأبي ذر بهذا المعنى المستكن في نفسه. هذا زيادة تأكيد: إني أحب لك ما أحب لنفسي. يعني حتى يطمئن أبو ذر إلى ما سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يأخذ هذه النصيحة التي ينصحه بها مأخذ الجد، وحتى تقع من نفسه الموقع المناسب. لا تأمرن على اثنين، إياك والإمارة، سعي لطلب الإمارة، طلب الرئاسة. وليس بالضرورة أن تكون هذه ولاية المسلمين العامة، في أي موقع في أي مكان لا تسعى إلى طلب الإمارة أن تكون أنت الرئيس، أن تكون أنت القائد، أن تكون أنت المسؤول. هذه فيها مسؤولية عظيمة، قد تخطئ، قد تقصر، قد تتجاوز. لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي يخشى من خيانة أبي ذر؟ لا، لكن كان يخشى على أبي ذر من أن يفرط، من أن يقصر، لأنه يعرف طبيعة أبي ذر. فنصحه ألا يدخل في مثل هذه الأمور. لا تولين، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم. أموال اليتامى هذه أمرها عظيم أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى شدد في شأنها، وسيأتي معنا إن شاء الله في درسنا هذه الليلة موضوع أموال بعض الأمور المتعلقة بأموال اليتامى. فنصحه، وهذا يستفاد منه أيضا أن من كان له صديق أو قريب أو حتى من عامة المسلمين من يخشى عليه من تصرفه أو من تسارعه في شيء أو من عدم قدرته على تحمل الأمانة، أنه ينصحه، يقدم النصح له. وهذا أقل ما يجب للمسلم، أنك تنصحه. قد يقول بعض الناس: أنا أنصحه لكن هذا لا فائدة فيه. لا، أنت عليك الواجب أن تؤدي النصح، والباقي والتمام على الله سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى قص علينا في بني إسرائيل عندما كان بعض الصالحين منهم ينصحون من يرونهم على الفسق والمخالفة والفجور فلا يرتدعون، قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم. بعض أصحابهم الصالحين كانوا يلومونهم، يقولون: لماذا تنصحون هؤلاء لا يستفيدون من النصح، فلا تتعبوا أنفسكم. فأجابوهم، قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لأنك ما تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد تنصحه في زمان أو في مكان فلا يقبل منك، لكنك تكرر النصيحة عليه في مكان آخر أو في زمان آخر، يكون قلبه فيه منفتحا فيتقبل النصيحة فيكتب لك الأجر. لكن لو لم يتقبل النصيحة أنت قد حزت الأجر بأدائك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصح أبا ذر، وهذا كما يصلح لأبي ذر يصلح لكل من كان على شاكلته، ممن يخشى منه عدم القدرة على الإدارة، على التصرف، على الضبط،
أنك تنصحه ويحصل هذا. نرى أناسا كثيرين من الأقارب، من الأباعد، من الأصدقاء، من الجيران لا يصلحون لتولي هذه الأمانات، فالنصح واجب أن ننصحهم، ورائدنا وقائدنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، ها هو ينصح واحدا من أخلص أصحابه، ينصح أبا ذر: يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني لو كنت مكانك لقبلت بمثل هذا الأمر، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، لأنه يخشى عليك من مثل هذا. المصنف رحمه الله أبو داود أخذ من هذا أن الإنسان المسلم يجب عليه ألا يدخل نفسه قصداً في موضوع الوصايا وولاية أموال اليتامى، عليه ألا يدخل في هذا، ألا يشرئب إليه، لأنه قد يدخل فيه بهذا القصد وبهذه النية ثم بعد ذلك يعجز أو يخطئ أو يقصر أو يفرط، فتكون التبعة عليه، تكون التبعة عليه. باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. نعم، هذا في بداية الأمر كما أشرنا آنفا. الإنسان المسلم كان يجب عليه الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يجب عليه أن يوصي، أن يوزع هذا المال، هذه الثروة، أن يوصي للوالد، أن يوصي للأم، أن يوصي للأقارب، وحتى أن يوصي لغيرهم، لكن عليه أن يخص الأقربين بهذه الوصية. هذا الحال كان قبل نزول أحكام المواريث في كتاب الله تبارك وتعالى. فلما نزلت آيات المواريث التي فصلت هذا الأمر: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، هذه الله سبحانه وتعالى بيّن وفصل، فأصبحت هذه كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناسخة لوجوب الوصية للوالدين والأقربين. لماذا؟ لأن للوالد والوالدة حقا في الميراث بيّنه الله تبارك وتعالى، وللأولاد والإخوة حق أيضا بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فصلت هذه آيات المواريث الحقوق الواجبة في التركة، فجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني في المواريث، فلا وصية لوارث، يعني الوصية تكون لمن؟ تكون لغير الوارث، قريب لا يرث، خال أو عم مثلا محجوب بالأبناء ونحو ذلك، يوصى له، يوصى له. هل هذا على سبيل الوجوب بأنه يوصى للقريب غير الوارث أو ليس كذلك؟ العلماء بعضهم قالوا لا يزال واجبا أن يوصي الإنسان للأقارب غير الوارثين، وبعض العلماء قالوا هذا مندوب، وهذا ربما كان هو الأقرب، أن الإنسان ليس واجباً عليه أن يوصي، لأن الوصية في أصلها أمر مشروع مندوب أن يوصي الإنسان بشيء من ماله. لكن الشاهد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفاد من حديثه هذا أن الوارث لا يوصى له، ما فيه أحد يقول هذا وارث يرث الربع مثلاً و أوصي له بشيء بكذا، هذا لا يستوي، لأن الله سبحانه وتعالى قد فصل وهو أحكم الحاكمين، أعطى كل من يستحق من الميراث أعطاه نصيبه، فالزيادة على ذلك استدراك على الشرع، الذي يزيد على ذلك كأنه يستدرك على الشرع، يرى أن الشرع في هذا الجانب كان ناقصا، كان مقصرا،
فلذلك هو يريد أن يتمم هذا النقصان المزعوم في نظره، لكن الله سبحانه وتعالى بين هذا. في مسألة تتعلق بعلم أصول الفقه في هذه القضية، وهي هل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هل هي التي نسخت الوصية، حكم الوصية السابق الذي كان واجبا أن الإنسان يوصي؟ بعض العلماء قالوا نعم، لكن بعض العلماء قالوا إن الناسخ هو آيات المواريث، آيات المواريث هي التي نسخت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخر الآيات هذه الثلاث، هذه هي التي نسخت وجوب الوصية. إذن ماذا نقول عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؟ هذه مؤكدة ومبينة للنسخ، لكن الناسخ لوجوب الوصية هو آيات المواريث التي بيّنها الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وأكد ذلك بهذا الحديث. هذا الحديث ليس هو الذي نسخ عند المحققين من الأصولين، ليس هو الذي نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين، وإنما الذي نسخ ذلك هو آيات المواريث. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مؤكد، فيه تأكيد وبيان لما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم، هذا تأكيد لما تقدم. نعم. باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. نعم، موضوع اليتيم أيها الإخوة ليس هو المقصود بحديثنا هنا، ولكن لا بأس أن نشير إلى عناية الشريعة المطهرة بشأن اليتامى. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام عظم جرم أكل أموال اليتامى، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها من الموبقات، من أكبر الكبائر، أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. لماذا التأكيد على تحريم مال اليتيم والتنفير والتنبيه إلى خطورة أكله؟ لأن جانب اليتيم مستضعف مهتضم، ليس له من يدفع عنه. الجانب الذي كان يأوي إليه ويرتكز عليه هو والده، مات هذا الوالد، فهذا اليتيم الآن يعيش في كنف إنسان آخر، والأصل أنه يحسن إليه ويعتني بماله، ولكن بعض الناس قد تدفعهم شهواتهم وتؤزهم شياطينهم إلى أكل أموال هؤلاء اليتامى كلا أو بعضا، يأكلون منها قليلا أو كثيرا، لأنه لا يوجد في الغالب من يسائلهم عنهم،
هو ولي اليتيم، فهو يتصرف، قد يأخذ يختار من مالهم ما يراه حسنا، قد يأكل، قد يبدد، قد يتصرف فيه تصرفا لا يجوز شرعا. لكن لما كان هذا اليتيم في كنف إنسان ليس هو ولي أبوه الذي يعطف عليه ويهتم لشأنه، كان اليتيم عرضة لوقوع البلاء عليه وذهاب ماله وضياع مصالحه. فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى عنه نهيا شديدا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آيات كثيرة وردت في كتاب الله الكريم، ورد التحبيب والحث على رعاية اليتيم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اليتيم إذا أكلت ماله قد لا يستطيع أن يفعل معك شيئا، لكنك تقهره بأكل ماله، تقهره بإهانته، تقهره بتضييع مصالحه. فلذلك لا بد أن يتذكر الإنسان في مثل هذا الموقف رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. الصحابة كانوا يحرصون على كفالة اليتامى أخذا مما بينه لهم رسولهم عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه السبابة والوسطى، يعني أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة من يكفل اليتيم. وهل بعد هذا الفضل، وهل بعد هذه المنزلة من منزلة؟ لا، لكن أيضا بقدر ما فيها من الفضل والأجر والخير والبركة ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، بقدر ما فيها أيضا من المخاطرة والمجازفة والتعرض للظلم إذا أكل الإنسان مال اليتيم. فالصحابة كانوا يضمون اليتامى إليهم من حرصهم على الأجر، ولكنهم عندما سمعوا آيات القرآن التي تنهى عن أكل أموال اليتامى، كان اليتامى معهم في بيوتهم يأكلون معهم، فلما جاء قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، تباعدوا وتنزهوا عن هؤلاء اليتامى، فصاروا يصنعون طعام اليتيم منفردا، يأكل منه اليتيم ويحفظون الباقي له، قد يأكله فيما يستقبل من الأيام وقد يفسد هذا الطعام. هذا من ناحية، وهذا فيه حرج وفيه تضيع لمال اليتيم، وأيضا فيه حرج في إنسان يعيش في داخل أسرة وهو اليتيم ويبقى معزولا، لا يأكل معهم ولا يؤكلونه ولا يشاربونه، أكله يأكل منفردا، يعني فيها حرج على الناس. فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الكريم: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الإنسان الذي يخالط اليتيم، يأكل معه أو يشرب معه أو ينفق عليه في بيته، هذا الله سبحانه وتعالى أعلم بنيته، هل يريد الإفساد وأكل مال اليتيم أو يريد المحافظة عليه؟ الله يعلم المفسد من المصلح. وكفى بهذا تنبيها وتحذيرا وزجرا، أن يذكر الإنسان بأن الله رقيب مطلع عليه، والله يعلم المفسد من المصلح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية رفع الحرج عنهم، بيّن لهم أنه لا حرج عليهم في أن يؤكلوهم أو أن يشاربوهم، أن يأكلوا معهم، يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم، فيأكل اليتيم معهم حتى يشعر أنه واحد من هذه الأسرة، وحتى يرفع الحرج عن الأسرة، لأنه في مرة من المرات قد يأكل هذا رب الأسرة أو أولاده من طعام اليتيم، ومرة أخرى قد يأكل اليتيم من طعامهم، يكون طعامه وهكذا. فالحدود الفاصلة في مثل هذا عسيرة، فلذلك رفع الله سبحانه وتعالى
الحرج عنهم، لكن مع بقاء التحذير من تقصد إيذاء اليتيم وأكل ماله، والتنبيه إلى أن الله مطلع رقيب على الإنسان في كل تصرفاته. نعم. باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال: أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. ولي اليتيم، من يكفل اليتيم قد يكون فقيرا، واليتيم له مال، فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن ولي اليتيم في أنه يأكل من مال اليتيم، لكن يأكل بالمعروف غير متأثل غير مبذر غير متمول، ما يأخذ من مال اليتيم القدر الذي يؤسس به لمال يتموله، لتجارة يتجر بها، لعمل يعمله لصالح نفسه، لا، في القدر اليسير الذي يحتاج إليه. أن الإنسان كافل اليتيم لا بأس ولا حرج عليه، إن كان محتاجا للأكل من مال اليتيم أنه يأكل بالمعروف غير متمول ولا متأثل، ما يتخذ هذا الذي يأكله من مال اليتيم وسيلة لأن يتمول مالا أو أن يؤسس تجارة أو أن يكون له شيء يختص به في حياته، يكفيه أن يأكل من مال اليتيم لأنه يشاركه في هذا. نعم، نتوقف هنا لأن الكلام أيضا في أموال اليتامى سيطول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير والهدى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير.